السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، عاملين وحشتيني جدا. انا رجعت لكم النهارده بفيديو جديد. فيديو النهارده هيكون مختلف تماما عزيزي المشاهد، لان سبب المشاكل اللي عماله تحصل في الكوكب دي تسببت غلاء الاسعار في كل مكان في العالم، وشعبها بدا يعاني. في بعض الاعلام طلع قال ان المانيا واحده منهم. فالنهارده انا حابب اخدكم على السوبر ماركت واوريكم اسعار السلع الغذائيه هنا في المانيا بقت عامله كام. طبعا السوبر ماركت بعيد عني بحوالي ربع ساعه، وقبل ما نروح السوبر ماركت لازم نبقى عارفين ان اقل راتب للمواطن هنا لو ما عندوش شهادات دراسيه فبيوصل له شهريا من 1500 لحد 1600، وده على حسب المجال. في بعض المجالات وبعض كان ممكن يشتغل فيها يجي له 1200 يورو او 1300 يورو. فقبل كل حاجه عايزين المشاهد ما تنساش بقى اللايك بتاعك والكومنت الحلو ده، يلا بينا. طبعا انا جيت على واحد دلوقتي من ارخص المحلات اللي بتبيع السلع الغذائيه في المانيا، فخلينا نمسك رف رف واوريكم الاسعار هنا. خلينا نبدا بالرف اللي موجود فيه جميع انواع الفواكه. نيجي هنا للفراوله، وما كانش فيه كميه كبيره، عندكم هنا 900 جرام سعرهم عامل 7 يورو 99 سنت، وال250 جرام سعرهم عامل 2 يورو 99 سنت. والتفاح الاحمر هنا طبعا الكيلو كرتونه موجود فيها 6 وسعرهم عامل 2 يورو و9 سنت. وهنا بقى العنب الاخضر والعنب الاحمر، طبعا سعر الكيلو من الاخضر هنا 3 يورو 99 سنت، والنص كيلو من الاحمر هنا سعره عامل 2 يورو 99 سنت. وهنا كيلو السفندي لو انتم شايفين الكيلو عامل يورو 49 سنت. هنا البرتقان لعشاق البرتقان، ال2 كيلو هنا عاملين 3 يورو 29 سنت. وهنا الليمون طبعا الشبكه فيها 750 جرام واللي سعرهم يورو 49 سنت. والموز بقى هنا طبعا الجوده تختلف ومن شركه لشركه الاسعار تختلف. عندكم هنا الكيلو سعره يورو 99 سنت، ولو انت عايز جوده اعلى من كده هتلاقي هنا برضو الكيلو ب 2 يورو 29 سنت. والمانجا هنا طبعا بتتباع بالواحده، سعر الواحده 2 يورو 79 سنت، والاناناس هنا سعره 2 يورو 29 سنت طبعا الواحده. وعندكم هنا البطيخ بقى، البطيخه الواحده عامله 2 يورو سعرها. نيجي بقى للرف اللي موجود فيه جميع انواع الخضروات. هنا الطماطم هنا سعر ال 500 جرام يورو 79 سنت. وهنا الجزر سعر الكيلو يورو 89 سنت. وهنا الفطر الابيض ال 400 جرام هنا سعرهم عامل 2 يورو 49 سنت. وعندكم هنا الخس ما شاء الله الواحده على هيئه كرومبايه تحسها، سعر الواحده عامل يورو 19 سنت. وهنا البصل الاخضر الجودة بتاعته جميلة جدا، سعر الواحدة 79 سنت. وهنا عندكم الفجل سعر برضو هنا الواحدة عامل 99 سنت. وعندكم هنا البتنجان سعر الكيلو عامل 3 يورو 49 سنت. وطبعا هنا الخيارة بتتباع بالواحدة فسعر الواحدة 99 سنت. وهنا بقى البطاطس طبعا الشبكة برضو فيها 2 كيلو و500 جرام سعرهم عامل 2 يورو 99 سنت. انما بقى في هنا طبعا بطاطس صغيرة ال 2 كيلو وشركة تانية ونوع تاني برضو 2 كيلو 500 جرام سعرهم عامل 2 يورو 99 سنت نفس السعر. والبصل هنا ما شاء الله طبعا 5 كيلو الشبكة موجود فيها، فسعر ال 5 كيلو 3 يورو 99 سنت. والتوم هنا طبعا اللي برضو الشبكة فيها حوالي 200 جرام زي ما انتم شايفين كده سعرهم 2 يورو 79 سنت. نيجي بقى هنا لجميع انواع الزيوت زي ما انتم شايفين كده، سعر لتر الزيت هنا يورو 59 سنت. وزيت الزيتون هنا ال 750 جرام عامل 7 يورو 99 سنت الواحدة. وإزازة الخل هنا بيورو 49 سنت. وهنا جميع أنواع العيش، في أنواع كتير جدا عندهم، فسعر الربطة هنا بتبدأ من 2 يورو و9 سنت. ولو أنت عايز نوعية تانية وطبعا مش هتكون جودتها زي الأغلى منها، سعر الواحدة يورو 39 سنت. وهنا جميع انواع التوابل طبعا معظمهم هتلاقيهم كلهم سعرهم سعر واحد زي ما انتم شايفين كده. وهنا جميع انواع الشاي المختلفة، عندكم هنا العلبة بتبدأ من يورو 38 سنت، والعلبة موجود فيها حوالي 25 ظرف شاي اسود. وهنا جميع انواع القهوة، عندكم هنا العلبة موجود فيها 8 قطع وسعرها عامل 5 يورو 79 سنت. وهنا علب السكر بأنواع مختلفة، في مكعبات، فينا سكر سايب، فسعر السكر هنا بيبدأ من يورو 49 سنت. وهنا الدقيق الكيلو عامل 65 سنت. وعلبة الملح هنا بتبدأ من 85 سنت. وده الرف اللي موجود فيه جميع أنواع الرز برضو بجودة مختلفة. نيجي هنا للرز،
ياسمين، اسمه ياسمين رايز. سعر الكيلو هنا عامل 2.69 يورو. وهنا جميع انواع المكرونه، طبعا هنا السباكيتي المكرونه الطويله سعرها عامل 1.19 يورو. والمكرونه هنا الصغيره سعر الواحد منها عامل 79 سنت. نيجي بقى عند التلاجة اللي موجود فيها برضو الجبن وكده، فسعر الجبنة هنا العلبة طبعا فيها 250 جرام، سعرهم عامل 2.59 يورو. وهنا الجبنة البيضة، الصراحة ديت افضل نوع انا بحب اكله دايما على الصبح، لو انتوا عايشين في المانيا جربوها هيعجبكم. سعر الواحدة 1.39 يورو. وهنا بقى سعر الزبدة طبعا 200 جرام زي ما انتوا شايفين كده، فالعلبة الواحدة سعرها 1.49 يورو، هي في الاصل سعرها 2.99 يورو ولكن عليها عرض دلوقتي. وده هنا سعر الالبان، طبعا ده كامل الدسم، ده في دسم 1.5، فسعر العلبة هنا بيبدأ من 1.59 يورو. لو جيت للعلبة اللي فيها دسم قليل جدا هتلاقي الواحدة سعرها 1.49 يورو. نيجي بقى للتلاجات اللي موجود فيها الفراخ، عندكم هنا الفرخة 950 جرام بتبدأ من سعر 4.89 يورو. وطبعا في عندهم هنا وز، سعر الوزال واحدة 7.99 يورو. وهنا بقى موجود جميع أنواع الأسماك، في الجاز وفي الغير جاز. عندكم هنا الكيس موجود فيه 3 سمكات سعرهم عامل 8.99 يورو. وعندكم هنا كيس الجمبري برضو، في جاهز وفي غير جاهز، فالكيس هنا بيبدأ من 13.99 يورو. وهنا السمك الجاهز بيكون معمول يا جماعة على طرق كتير جدا مختلفة، فهنا نص السمكة بيكون نص كده سعرها عامل 4.49 يورو وبتكون جاهزة، بتاخدها تحطها في الفرن حوالي 10 دقايق بتستوي بسرعة. وهنا برضو في انواع كتير جدا من المكرونة الجاهزة، الكيس موجود فيه 750 جرام زي ما انتوا شايفين كده، بتاخدها تحطها في الميكرويف او على الزيت، وسعر الواحدة هنا عامل 2.69 يورو. وسعر كيس البطاطس متقشر وجاهز ومعمول على الصوابع كمان طبعا 750 جرام، سعره عامل 2.69 يورو. والبيتزا هنا، سعر البيتزا هنا اللي هي معمولة من التون والجبنة والحاجات ديت، الواحدة عاملة 3.39 يورو. وهنا جميع انواع اللحوم، تلاجة خاصة للحوم، سعر الكيلو 72 جرام عامل 12.85 يورو لحم بقري. وهنا المتقطع قطع صغيرة 800 جرام عامل 7.82 يورو. وهنا اللحمة المفرومة العلبة فيها كيلو سعرها عامل 6.78 يورو. هنا بقى جميع انواع المسليات، الشيبس هنا والكراتيه بنقول عليه احنا، طبعا الشيبس هنا عليه تخفيضات من 2.49 يورو، تاخد الواحدة ب1.44 يورو. نوع هنا مثلا كيس الكراتيه سعر الواحد 79 سنت. وهنا الشيبس بقى العادي الكيس عامل 1.99 يورو. وهنا البسكويت طبعا في اطعام كتير جدا مختلفة، زي البابريكا زي ما انتم شايفين كده سعر الواحد عامل، وبالبصل هنا الواحد عامل 1.49 يورو. وده بقى رف السعادة عشاق لكل البشر، سعر الشوكولاتة هنا 1.35 يورو، والملك هنا برضو 1.35 يورو، هما اصلا كلهم تبع الملكة. وهنا علبة النوتيلا 450 جرام سعرهم عامل 3.29 يورو. وهنا بقى جميع انواع المشاريب، طبعا الكولا هنا انتم شايفين سعر الواحدة بيبدأ من 1.49 يورو، في مشاريب تانية هنا برضو بتبدأ من 1.89 يورو. وهنا سعر الريد بول الواحدة عاملة 1.19 يورو. هنا طبعا المايونيز سعر العلبة الواحدة عامل 1.99 يورو. وهنا علبة الكاتشب سعر الواحدة 2.69 يورو. طبعا لو احنا عملنا مقارنة بسيطة دلوقتي ما بين قبل الحرب وايام دلوقتي، فاقدر اقول لك ان الاسعار زمان كانت افضل بكتير من دلوقتي، ولكن بسبب الازمة والمشاكل اللي حصلت ديت فسببت في زيادة الاسعار في كل العالم. وبكده عزيزي المشاهد يكون وصلنا لنهاية الفيديو، ما تنساش بقى اللايك بتاعك والكومنت الحلو ده، واشوفكم فيديوهات جديدة وافضل من كده، مع السلامة.